الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فالاحبه في الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه ويقول لهم عليكم بتقوى الله. ايها الاحبه والتقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه ولن ننال تلك الوقايه الا بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمؤمنون حديثي لكم في هذه الخطبه بعنوان الاعتبار بايه الاسراء والمعراج. فكونوا معي الاذان المصريه وقولوا من حية تيثمر ذلك في قلوبكم محبة الله التي تتجلى باتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم اجعلنا من أتباعه على بصيرة وعين. آمين. والأحبة في الله إن هذه المعجزات لا تحتاج إلى سد وقارعها بقدر ما تحتاج إلى استنباط الدروس والعبرة بها. أي نبي أي رسول يزيد بن خميس درس المعجزات إيه يزيد. والحمد لله القرآن يكفينا والله إذ نعمة القرآن. فالمقصود زي ما دايما العبارة أن نستخلص العبارة والعبارات. قال الله تعالى في سورة الأعراف فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يتأثر بقصص من كان قبله. تأثر بقصة موسى عليه السلام وتأثر بقصة عيسى عليه السلام إذا قال لا تطروني كما قالت النصارى عيسى بن مريم. يعني نوع قصص القرآن القصص النبوية مش في التفكه والتسلي، يعني نزل على الوقت انقضى حجمه للتسليه، لا، بس للعبره والعظه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تسيمتنس اتأثر ان قصه الله سبحانه وتعالى قصص من كان قبله، وخصوصا قصه سيدنا موسى في سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى احترم يا رسول الله لا تطروني اي لا ترفعوني فوق منزلتي. اختصي بسرديك سرير. من كيف مسار سيدنا عيسى عليه السلام المثال من كيف والعياذ بالله. ان الحديث عن الاسراء والمعراج لا نريد به القصه بقدر ما نريد منه الدروس والعبر. اولا متى جاءت هذه المعجزه معجزه الاسراء والمعراج؟ يعني من مئة سنه ماذا تبنوها وجدت هكاك الاسراء والمعراج؟ نتكلم ب 50 من صلى الله عليه وسلم كريم ما شاء الله جاء بعد ابتلاء عظيم. اذا دائما نسال عن انفسنا نحن لماذا لا نكرم؟ لماذا لا نكرم هذه الامه؟ يعني في هذا العصر خذوا فطرنا فزرعها شان الموت توقع لامنا شان مصيبه لامنا ولا الانسان الا مثل عاد ولا الشراوي نرفض الكبير سبحانه وتعالى في ايدي.
أبو سفيان بن زياد العباس حمله على ناقتين، وكان الصحابة وقد نشع عدوهما من سيوف الله لم تأخذ منهما خلالا. أنه كثير من السفن جمع شحال معارك في سبيل الله يريز، فقال له الصديق: أتقولون هذا لزيد قريش؟ يعني مفسد سبقكم يا أبو سفيان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروح سليم يشتكي له مما فعله هؤلاء الصحابة. عبد الله بن مسعود بن بلال إلى آخره. أتدرون ماذا قال له رسول الله؟ قال له: لئن أغضبته يا أبا بكر فقد أغضبت ربي. إن اسم تصحيح لأولئك ولنا تصحيح خير به. ونحن نتساءل لماذا؟ من الشواذ في ذنبه؟ أنا أحسب ذلك موقعا للأمة المشركة، لا أقصد الأمة الولدية، الأمة لإقبالها من إندونيسيا إلى الخليج تبين بلد الحبيب المغربي خمسة. ما يمكن إننا نزاع صحيح ولا يزمع. والله الله سبحانه وتعالى ابدع في عزة إن سبع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس يشارك إسراء المعرش. بعد ابتلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كشف كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء. كما تصل بلاء وتمتحن الله سبحانه وتعالى، والابتلاء مش تعالى شد عالم نرد عقاب، لا، وإنما طهر الله سبحانه وتعالى عباد مس الذهب ذهب النبعش ليس أشبه تمام إنه سيرت عنه العناصر الرخيصة ما لن نعدل يعفلت ويكسس الخمار مصر يسقط من السوق. فهكذا المؤمن ابتلاءات طهارة. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده وماله حتى يتوفاه الله وما عليه من خطيئة. اسمع السلامات يقول ريح يقول كي عحق الله كل ذلك نتشي لا يحق أكشن لا يحق لا يحق بهربه. قال حدث لي كيكون: لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده وماله حتى يتوفاه الله وما عليه من خطيئة. من عالمين إذا الواحد منزلة ما وصلهاش في العمل ديالو، هي كتعرفش منزلة سواء تم أهل الآيات، وأحيانا المنزلة ماشي كاملة منزلة، إذا ماشي تغيوض تكملت الامتحانات الابتلاءات إما المرض إما البلاء للأولاد وهكذا أيها الأحبة. فالنبي خاصة يبين لنا في هذا الحديث أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتلي في ماله واولاده وجسده صلى الله عليه وسلم. ولو رجعنا ايها الاحبه الى بدايه دعوته لخبره لرأينا من صور الصراع للمحكم الباطل وتمثيلا لموقف قريش من دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأينا الاحداث اول المقاطعه العامه في شعب ابي طالب. شو اسمه زمان صغير كيف صحيصه يسير من يوم ثلاث سنين واش تتزوجي وخاص تصير ثلاث سنين وخاص فرس تزوجي وخاص تصير ما تشتوش عليه وما تبيعوش الحصار والاقتصاد من كل جوانب. حتى بنادم تمره وحده يقسموها بيناتهم عشرات الناس. هذا الذي يشد ذاك الاخر تسمى اغير منه يقول يا ربي اش تسمى تصبر ولا ما راح يبقى ربي مشى صبر الكيس. إذا الصبر لا تدري وجه الذي شبيه من ذلك. ثم يزيد فتك وإيلاء وفاة سنتين بشريين للرسول صلى الله عليه وسلم. وما زوجه خديجة وعمه أبو طالب ما شاء الله. من أكب البلاء وفاه الله لخديجة رضي الله عنها وتعاونت وخيار الله تقيع الشام تعاونت رضي الله تعالى عنه العم يشتى أبو طالب من الصالح كما لم يستجب له أحد في رحلته إلى الطائف. ما ذهب إلى الطائف يروح على الطائف سر الطائف تبار مكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد. الحوار بين زوجتي الصالحة وزوجها الصالح شفت مارك المعتويز سواه أم الدنيا أنت تدير شوية في الحوار، كما قال لك تستخدم قداش أنت تستخدم
كما يصلح المستقبل، كما إن شاء الله تلك الأخيرة قل متاع الدنيا قليل الآخر يحلو لمن اتقى، زي حسب عائشة واسقى من الشراوي الثاني بلى هل أتى عليك يوم أشد من أحد وشدك أشدها اكتسي أحد منك هيدك تسامع سيزيك أرمي شعر سلسة شيخ وسلسة زكي لما أرمي زكي من التصل الصحابة وشدك أشدها اكتسي لما شو شر في رأسه ووجهه وكسرت رباعيته وحصل ما حصل في المؤمنين من القتل أزيد من 70 منهم، قال له ابن شوق لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كيلان فلم يجبني إلا ما أردت. من أسمعك؟ قلت لك وش ليك؟ وش ليك؟ وش ليك؟ وش ليك؟ هل من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ينصره فين صار الله؟ هل الذي يقدر الرسالة في سيدي ربي؟ وقالوا أي طالب منه النصر والإعانة على إقامة الدين، فلقد توجه صلى الله عليه وسلم حتى موت خديجة وأبي طالب للطائف أن يؤوه فردوا عليه أقبحات، وما نحن شان نزل أن نسولكم، سنحن شان نزل، فما كيحموش قتلتهم الحجارة الشمس مزر وشوان صار زيد بن حارث يصير القفاس بس ويحكوا أتقتلون رجلا يقول ربي الله وما أحيانا نحن ولا أحبة الشيء حنا يعني كيف يصير شيء بنصر إذا ما كانوا ناس إذا ما بدوا عشرين انتظرنا الحياة من العشرة وشيء قسم الأنفاس تقصفوا على عشرة رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد هذا بلفظ ومع ذلك يقول الحجارة هذا كريم الرحمن موسى والخير عليه السلام حتى إذا أتيا أهل القرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ما كرموهمش ما ضيفوهمش ما عرفوش قدر الوزن ديالهم هو كريم الرحمن ومع الخير ولي من أولياء الله إذا ما يضيفش حاجة شفت معنى تكسر العشق صبوح والله أحيانا الإنسان معروف بالسماء ولكن مجهول عند اهل الارض تسليم ذلك الملا الاعلى معروف لا حول ولا قوه الا بالله ولكن الاخوان من استنهاد لا يضر بالصح ما يستشعر به خير لا حول ولا قوه الا بالله فردوا عليها اقبحت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن استعاري فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة قد قبضتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما أرد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت الله أكبر يا فاس الجبريل يتولى جبريل عليه السلام إن زحف سرير بإسلام فعلا سبحانه وتعالى فصيح ولو أقش ملك الجبال أخيك سجل شيء من فنادانا ملك الجبال أسلم عليه ذو رأيه الأحبة الجماد حيوان الشجر يعرفها رسول الله ولكن البشر بعضهم ما شاء الله يقول لا نجوت إلى نجابين محمد صلى الله عليه وسلم قال صدق الله حينما قال إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو اسمعهم لتولى الله امرهم عليهم يعني شر الدواب شنو هي العقل؟ بسكة لفعة هذا بشر هذا الذي لا يقتل هذا الذي يصوم عن سبيل الله ما شاء الله وذل ليست الناس ويقول صلى الله عليه وسلم الأحبة إني لأعلم حشرا بمكة كان يسلم علي قبل أن يحلل سيدي بريش سيدي وتتخذ قال السلام عليك يا رسول الله قال سجم خز ما شاء الله فسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطلق عليه الخشبين يعني تقتل الآية قال صلى الله عليه وسلم بل أشهر أن يخرج الله من أسراره من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هكذا يا أيها الأحبة أن نكون نحن كذلك الشمروان تجي غوبش شابت
فكان موسى عليه السلام حين قيل له ما يبكيك
قال أبكي لأن غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من أن يدخلها من أمتي. فكان موسى عليه السلام غير طرفا لا حسن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمتهم وأسفا على ما فاته من رسول الله ترتب عليه درجات بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفات المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجرهم لأن لكل نبي مثل أجر كل من تبعه. حمد لي رومان عجب إن الشهر يكون في البيع من أتبع أكثر ويوم القيامة داعية ولا نبي أولى يكون عنده رجع أحسن الشيء اللي يتبعوه تنك زي كان موسى عيسى. ولذلك يجب عليكم منهم كذلك ولا حكمة أن تقولوا يا والله لفضيلة التعوذ ادعوا وخصوصا الذين هم في اوروبا انت الاوروبا ادعوا نحن وعسى من يتغش نصراني اعتنق الاسلام يكفيك والله. قال صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا خير بك مما طلعت عليه الشمس. هذا في مواجهه كبيره تتسم بالاسلوب الحكيم البعيد عن تلك التجاره رابحه مع الله تشغيل فعلا مش اللي مصدر عشان كيف شرفوا مش السيول سيول ادعوا ولكن بمسلوب الحكيم البعيد عن يعني التنفير. قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاسم من اجور من تبعه لا ينقص من اجور شيئا. اللهم اجعلنا من الدعاة يا قد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين استغفروه انه هو الغفور. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يا الأحبة ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم كان العليم لم يدعه ملك مقرب ووصل إليه نبي مرسل سواه عليه الصلاة والسلام يغشم شر شر ويزيد كل ذلك مقرب ولا شر رسول النبي مرسل بالعلم يرفع من يشاء وهو أحق بذلك والله. ثم أوحى الله إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. قال عليه الصلاة والسلام فرجعت فمرت من موسى فقال لما أمرت قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال أمتك لا تستطيع. موسى عليه السلام استمعوا إلى هذه الأمة كانوا لا يحسن موسى عليه السلام. تصوروا معي كيف 50 صلاة ما هو الفارق والفاصل بين صلاة وصلاة؟ غادي نقصوا هاد الشيء كلش حتى تكونوا نجمعوا ونديروا، غادي نلقاو بين الصلاة والصلاة 22 دقيقة. كل 22 دقيقة آذان. نستطع الحمام. روحوا 5 سنوات ما بين لما تشوفوا فوقاش كاين الأذان. الأذان راه 25 مشكل. إيوا فوقاش الظهر حتى تشوف 18 دقيقة. شو شحال فاصل؟ مع ذلك قليل من يصلي. صدق رسول الله تلقى ظهور الاسلام عروه اوله ما اكثر الحب واخره الصلاه. قليل من يصلي ما والله من غير الدرس استلم هاولا ما يستلم ما يخدم لنا. والمصيبه حينما يبنى المسجد حتى كيتبنى المسجد وكيديروا في بالي كيديروا شي حاجه نهار الجمعه الساعه ديال الجمعة لقال بها الله يا أيها الذين آمنوا إذا أوتي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولكن يحكي في المسجد وقدام المسجد وما كيفاش لا حول ولا قوة إلا بالله. فصدق فينا قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نوع من العدل. قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل نوع من العذاب. هجوج ما سلككم في سقر نوع من جهنم. قالوا لم نكن من المصلين. تسلمش لو تبغي واش بك عليهم في الجيل تزدت كان جنس الخبز وكان قلب داري ما في الدار. علاش ما نصبتش؟ علاش قل هو بلد بسبع وضربهم بعشر. قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك. أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة يقصوا النوع في المسجد. لقيل للناس أيام المشاعر أن في المسجد
وجبة من الغذاء أو وجبة من الأكل ثم مبلغ من الدراهم. وقت ما جاء عهد الاستعمار عام 45 إلى قالوا لك في المسجد كان واحد وجبة ديال الطعام ديال اللحم و 5000 درهم وانت عندك 10000 درهم وبالك تنظر جنبي. إذا مشى شي واحد تقول له يا تالي البركة ما عندك السكين وقت الشهر ما تقول ماهي والوالدين يقول لك واش تعرف الوفاء إلا هو رحيم ربي. إذا موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأن علاش؟ أن عنده تشريمة مع بنو إسرائيل يمسح. إذا حتى ولات 5 صلوات وفي المسجد 5 شهور. قال ارجع إلى ربك. قال عليه الصلاة والسلام سألت ربي حتى استحييت استرها صلي لي بسم الله عليه وسلم ولكن أرضى ما رضيت بهالشيء بربي. قال فلما جاوزت نادى منادي أمضيت فريضتي وخففت على عبادي رواه البخاري. ايش من نجاح خير من ايش فرص حالك؟ اما كيف تفتح؟ ايش معناتي اللي حمار تطيني في يوم واحد؟ تروح تطيني في ناس تطيني. يوم ما يقدر يحرك نزل حي في يوم واحد. اذا انتم غير مسكين يعرفوا شنو نزل راس كيفنا. واسمع لي اسم يوم ورا ما توصل. يا وزير مش وصلت له الاستاذ زاد تعوم كثر. حمسين السيد اللي بيحتاج مزيه المتصل فيه. روح شرعت الصلوات الخمس شرعت في السماء لتكون معراج يلقى من بالناس كما تدلت بهم الشهوات وأعراض الدنيا. الصلوات شرع الله وهي الصلوات التي يؤديها الآن كثير من الناس وعلامة ست الصلاة أن تعصم صاحبها من المعاصي. الصلاة ماشي بحقها الصلاة اللي هي صلاة هذه تعصمك من المعاصي وأن تمنعه من البقاء عليها. ما تصليش واشكر الله عليكم طبعا زلت تموت الرجعه على طول والو لم تفتر إن ألم بشيء منها فإذا كانت الصلاة مع تكرارها لا ترفع صاحبها إلى هذه الدرجة فهي صلاة جلدة. كيف يكذب؟ ولا تعالى كان الزوج ولكن ما في السابق يعني مثلا في عيد تفضل قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر. اشتغل تبقى تفكر وتغشي عزيز وتخدع انت تفكر يعني الصلاة بس تتزدع انها اقيم الصلاة ما معنى اقيم الصلاة؟ وقالوا في اللغة العربية فلان اقام شيطانا واحد من واحد شيطان بمعنى اتقانه اتقنس البنية ومتقان اتقانه لأن رب العالمين قال ويل للمصلين فقس ويل للمقيمين الصلاة فعلهم الإقامة من سوعها ودرها فقير في غير وقتها. اشتراك من الصلاة قاعدة إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر ألا إقامة الصلاة وأن تأتي بشروطها أو الشروط التي إلى آخره. إذا اللهم لك الحمد اي والله على إكرام كلمة هنا وله الحمد على التخفيف عنا من 50 إلى 5 صلوات وبقى يشغلها 50 لمن احسنها كما قال سبحانه في الحديث القدسي هي 50 وهي 50 لا يمتر القول الذي رواه الشيطان. قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم. واخيرا ايها الاحبه في الله في المعراج بان حكمه الانبياء عليهم السلام على البشريه ومحبتهم للناس ومحاوله انقاذهم من العذاب وتخفيف الشرائع عليهم. رحم الله تعالى موسى وعمران عليه السلام خلف النبي وبكى أنباءه وذكر تفضيله عليه وتفضيله وفهده على أمته لكن غيرته تلك ما عجزته عن النصيحة لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان موسى أشدهم علي حين مررت وخيرهم حين رجعت إليه. وفي رواية له صلى الله عليه وسلم ونعم الصاحب كان له. يا موسى الشيء فيما بيننا ننصح بعضنا أن تأخذ ما تعني شؤونه إلى غير ذلك اكتفي بهذا القدر. أيها الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لمن قال فيه قصصا لعلهم يتفكرون. اللهم اجعلنا من الذين يتفكرون ويستخرجون العبارة والعبر من قصص القرآن ومن قصص النبوي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الشباب والشيوخ والنساء في هذا المسجد وفي سائر المساجد اللهم ارزقهم الثبات على دينك. اللهم احمل اليهم
يستجيبوا في قلوبهم وكان لهم كفر وفسوق ونسيان ادعوا من راشدين. اللهم صل لنا الايمان لا يفلس ونعيم لا يفلس ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في جنه الخلد. اللهم اشف مرضى المسلمين فهنداء اولي الشيخ. اللهم اشفهم اللهم اعجله الشفاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وجعله ذلك في ميزان ابو حسين يوم القيامه. واشف مرضى المسلمين جميعا بلغنا انفسنا ولم تكفنا وفتحنا لكم الخزين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل اسلام المسلمين في كل مكان. اللهم كله وليا ونصيرا معينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لكم حساس المسلمين وترضاه واصلح على يديه وعماد ذلك واجعله عونا للمسلمين حبا على الموحدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والمنافقين في هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.